بص يعني هنتكلم في الموضوع ده عن شيء شبه معجزه حقيقيه، بس يا ريت قبل ما نبدا ما تنساش تضغط لايك، ولو انت جديد اضغط اشتراك عشان يوصلك مزيد من الفيديوهات. يلا بينا. امرأة مسكينة فضلت أكتر من 5 سنوات وللأسف ربنا ممنش عليها بنعمة الحمل، ولأنها كانت في مجتمع شرقي فطبعا كان الطبيعي إن جوزها يطلقها لو ما خلفتش. أكيد طبعا أي رجل وأي زوج بيتمنى إن يبقى ليه ابن يحمل اسمه، الكلام اللي كلنا عارفينه والكلام اللي كل الأمهات بتقنع بيه ولادها لو زوجته ما خلفتش وما جابتلهوش الولد اللي يحمل اسمه. المرأة المسكينة دي بقى ربنا ممنش عليها بنعمة الإنجاب، وبعد 5 سنين تعب ما بين الدكاترة وما بين علاج هنا وهنا وعلاج في الخارج وعلاج في الداخل، للأسف كل النتائج كان بتيجي ان ربنا مش رايد الخلفة، وكمان في بعض النتائج كانت بتأكد ان من المستحيل ان يحصل انجاب للمرأة دي. الزوج حاول يصبر عليها ويتماشى ويتوافق مع الوضع ويتعايش مع الظروف ويرضى بالامر الواقع، ولكن الظروف اللي حواليه كانت اقوى منه، والدته اسرته وعيلته كل الناس حواليه كانت اقوى، كانت دايما بتقنعه انه لازم يتجوز واحدة تانية، لازم يتجوز واحدة تجيب له الولد اللي يخلي اسمه مرفوع ويكمل في الدنيا ويحمل ميراثه. طبعا الكلام اللي كلنا عارفينه ده، لازم تبقى عندك ولد يقف في ظهرك لما تكبر ولازم يبقى عندك السند، الكلام ده اكيد كل راجل فينا عارفه كويس جدا وكلنا فعلا بنتمناه، ونعمة الأبوبة هي نعمة فعلا ما نقدرش نقلل من تعظيمها. بس برضو من حكمة ربنا ان المرأة دي مش هتخلف ومش هتنجب. المرأة حزنت حزن شديد جدا لدرجة ان في بعض الاوقات كان بيغمى عليها من كتر الحزن والحالة النفسية السيئة اللي وصلت لها، ولكن برضو ده ما منعش جوزها من انه يتزوج واحدة تانية عشان تنجب له الولد، وجوزها راح فعلا اتجوز امرأة تانية من اجل خلفة الولد. وبعد شهور فقط من زواج جوزها كانت المفاجأة والمعجزة الحقيقية، المرأة شعرت بحمل وبدأ يظهر عليها اعراض الحمل. تعجبت المرأة وقالت اكيد اي مرض او اي شيء تاني اصابني الا انه يكون حمل، وراحت للاطباء عشان تكشف وتشوف الموضوع ماشي ازاي، وبفضل الله كان الموضوع فعلا حمل، واخبرها الاطباء ان ربنا كرمها ومن عليها وعوضها وان المرأة حامل. بس في نفس الوقت الاطباء برضو كانت عندها خبر صادم للمرأة، انت حامل حضرتك وعندك حمل والدنيا تمام، بس للأسف انت مش حامل في طفل ولا في مولود طبيعي، انت حامل حضرتك في اخطبوط. ما تستغربش، الاطباء كلهم صنفوا انها حامل في اخطبوط. المرأة فكرت لوهلة ان السولار هو اللي اخطأ وان الطبيب المعدات بتاعته ما كانتش دقيقة، فراحت لطبيب تاني وتالت ورابع وخامس، كلهم اجمعوا على ان المرأة حامل بكائن غريب، وكلهم وصفوا الكائن اللي المرأة حامل فيه بانه اخطبوط، وده لانه كان متشعب الارجل وليه اكتر من 8 رجلين على شكل اخطبوط، فكلهم فعلا ايقنوا للمرأة واكدوا لها انها حامل باخطبوط. المرأة أخبرت زوجها بالوضع وزوجها طبعا رفض الموضوع تماما، وجوزها أمرها أنها لازم تسقط الكائن ده وإلا هيحصل انفصال تام ما بينهم. ذهبت المرأة لأكتر من طبيبة عشان تقنعه أنه ممكن تكمل حملها وتسمع منه إيه الاحتياطات اللي ممكن تاخدها، ولكن الأطباء كلهم برضو أجمعوا على أن الطفل لازم ينزل، وده لأنه بيشكل خطورة خطيرة جدا على المرأة ومحدش عارف بعد ولادة الطفل هيكون إيه شكله ووضع المرأة هيكون عامل إزاي. فكل الأطباء فعلا قالت للمرأة أنها لازم تنزل للطفل وانها لازم تجهض المولود اللي هي حاملة فيه او الكائن الغريب ده. المرأة لانها كانت مؤمنة بربنا وفي نفس الوقت لانها كانت بتترجى من ربنا انها تحمل، وبعد دعاء دم لسنوات اخيرا نعمة الانجاب تمت، فرفضت تماما انها تجهض المولود او الطفل ده، وقالت يا رب ايا كان المولود ومهما كان هو شكله او خلقته عاملة ازاي فانا هعتني بيه وهعتبر نفسي ام فعلا للكائن الغريب ده، ورفضت رفض شديد جدا انها تجهض الطفل او الكائن او المولود اللي حامل بيه، وتحدد زوجها وقالت له انا موافقة ان يحصل ما بيننا انفصال تام ولكن انا مصممة اني مش هسقط المولود او الكائن ده. وفعلا فضلت تكمل شهور الحمل بتاعها بشكل طبيعي جدا لحد ما مرت 9 شهور بسلام، وجاء موعد الحمل وذهبت المرأة للمستشفى وكانت المفاجأة التانية، الاطباء بتولد المرأة وبتكتشف انها حاملة في 4 توائم. الموضوع معجزة بس هو فعلا حصل، المرأة كانت حامل ب4 توائم، والاربع توائم كانوا متشابكين مع بعض لدرجة ان الطبيب شاف او كل الاطباء كانت بتشوفهم على انهم اخطبوط، فهيئوا للمرأة انها حامل بكائن غريب هو كائن الاخطبوط، ولكن في الحقيقة هو كان جزاء من ربنا ب4 توائم. المرأة فرحت جدا بالحمل ده، والمستشفى وقتها اتصلت بزوج المرأة يجي يشوف اولاده ويجي يشوف اطفاله الجمال اللي هم 4 توائم، فذهب الزوج وهو في غاية السعادة وفي قمة السعادة، يا رب كنت بحلم بطفل او بمولود واحد رزقتني ب4. اي نعم الزوج كان مقصر من ناحية زوجته وتخلى عنها، بس ربنا في الاخر استجاب لدعاء الزوجة. اما الزوجة التانية اللي زوج المرأة تزوجها عشان تنجب ليه، للأسف اكتشف انها برضو ما بتخلفش وان العيب والضعف والتأخير كان من الرجل مش من المرأة،
بس بفضل ربنا ربنا استجاب للزوجة الأولانية عشان فعلا صبرت ودعت ربنا بنية صادقة وبنية خالصة. خلينا بقى ندخل للعبرة الموجودة في الموضوع ده وإيه هو الهدف من نشره أصلا. حضرتك أنا لما نشرت الموضوع ده كان هدفي فعلا إن أوريك إن ربنا بيستجاب دعائك، ربنا ممكن يعمل شيء معجزة لو فعلا رضيت بقضائه. الولية دي عشان رضت بقضاء ربنا، وحتى بعد ما الناس قالتها إن أخطبوط والناس كلها أوهمتها إنه كائن غريب برضو رضت بقضاء ربنا وقالت يا رب أنا راضية وصبرت. أيا كان بقى، لو كانت أربع أطفال فعلا متشابكين ولا كان أخطبوط وربنا حولهم لأربع أطفال، القصة هنا إن ربنا فعلا استجاب ليها وفعلا ربنا جبر بخاطرها. أنا وأنت وناس كتير جدا للأسف بتضيق بينا الدنيا وبنحس ان الدنيا اسودت قدامنا، وهنا للاسف بنلجأ لكل الطرق وبنشوف كل الناس عشان تحل مشاكلنا، بس بننسى باب واحد بس وهو باب ربنا. يا ترى كم مره حضرتك مريت بضيق ودعيت ربنا بقلب خالص وبنيه صادقه ان ربنا يفرج عنك؟ حضرتك للاسف كلنا ما بنعرفش ربنا بنيه صادقه غير وقت الضيق، وحتى لما بنروح له ما بنكونش على يقين انه هيستجاب لنا دعائنا، بنحس اننا بندعي كده بس من باب ان احنا نعمل شيء علينا، اللي هو انا هدعي ربنا وكده يبقى انا عملت اللي عليا، استجاب بقى ما استجابش انا كده يا رب انا دعيتك انت اللي ما بتستجابش ليا اهو. لا حضرتك الموضوع مش كده، لازم لما تدعي ربنا فعلا تبقى ميقن انه حضرتك ربنا هيستجاب لدعائك وهيخلصك من المأزق اللي انت فيه.